وزين منه ما خلا. اليوم فقرة جديدة هي اسمها حكاية صغار ستار. طبعا مين بيقدمها؟ أنا أم حديجيات. يلا نشوف. كان في قديم الزمان كان في بنت مرة جميلة وهي مرة حلوة واسمها سندريلا. سندريلا هذه حلوة لكنها للأسف فاقدة يتيمة الأم، وهي تعيش مع أبوها وزوجة أبوها الشريرة، ودائما تفرق بينها وبين خواتها، وتعامل سندريلا قساوة مرة، تقولها يلا يا سندريلا نظفي، يلا يا سندريلا غسلي، سندريلا يا حياتي تسمع كلامها بالحرف الواحد. ويوم من الأيام أعلن الملك إنه راح يزوج الأمير واحدة من بنات القرية، وكلهم طبعا هذا الخبر مرة مفرح بالنسبة لهم، واللي جهز لها فستان واللي جهز لها مكياج واللي قاعد يعني مرة قاعد يعني يرتبون للوضع. وفي يوم الحفل طبعا كلهم استعدوا وراحوا للحفل الا يا حياتي سندريلا جلست في الدرج وقالت لمرت لخالتها خاله ممكن اروح معاكم؟ قامت الخاله قالت انت تروحين معي؟ ليه تروحين معي؟ روحي نقفي بس يلا. قالت طيب، وكلهم راحوا الا سندريلا جالسه، وجدتها الفاره وجالسه تبكي طبعا، وجدتها الفاره جالسه تقول لها سندريلا سندريلا ليش انت تبكين؟ قالت كلهم راحوا الحفل الا انا ما رحت الحفل. قالت طيب ليه ما رحتي؟ قالت ما عندي ملابس حلوه وملابسي وسخه مو نظيفه. وراحت الفارة سوسو لأحلى محل وجابت لها الفستان الجميل، وجابت لها الألماس التلكلك، وجابت لها هذاك الحذاء الذهبي، ولبستها سندريلا، وسندريلا طلعت تطير العقل تخبط وطلع. وقالت لها الفارة سوسو، قالت لسندريلا إنه لما تجي الساعة 12 على طول ترجع البيت علشان كل اللي لبسته راح يختفي وترجع سندريلا الأولى. وبعدين راحت الحفل سندريلا، وأول ما دخلت الكل التفت انتظارها مين سندريلا، وين كانت ومين هذه بنتها وين أمها وين أبوها وين كانت عايشة. وبعدين جاء الملك يختار، الأمير يختار، ولما جاء يختار التفت انتباهه سندريلا ودقت للأسف الساعة 12 دن دن. سندريلا عرفت ان هذه الساعة 12 وقامت تركض 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 وطاح حذاءها الذهبي وكانت بتروح تجيبه، لكن الحراس كانوا مرة قريبين منها وركضت تركضت لين ما وصلت لبيتها. وطبعا ما هم ما عرفوا البيت حقها. بعدين لما جاء الصباح مرة ثانية أعلن الملك إنه راح يبحث عن هذه صاحبة الحذاء الذهبي، وطبعا جرب فيهم كل البيوت ما مقاس ولا واحدة منهم. ولما جاء وقت بيت سندريلا طق الباب طق طق طق، ولما قاست الأم وقاست البنات ما حد قدهم، جت سندريلا جاء دورها، ولما دخلت رجلها طلع إن الحذاء الذهبي مكان سندريلا وتزوجها الأمير الأمير وعاشت في سعادة وهناء. توتة خلصت الحتوتة. ولو عجبتكم القصة اكتبوا لي تعليقاتكم تحت.